يوم جديد وتاريخ جديد بيضاف في تاريخ مصر الحديثة، وتحديدا في تمكين المرأة، لأن المرأة المصرية امبارح كان ليها إنجاز جديد، وهو جلوس القاضيات لأول مرة على منصة مجلس الدولة، وده بيأتي تنفيذا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. وأول امبارح تم توزيعهم للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة. صباح الخير يا معالي المستشار. ألو، صباح الخير يا فندم. معالي المستشار حضرتك معانا؟ مش سامعك كويس بس. ألو، احنا سامعين حضرتك كويس يا فندم. طيب يعني عاوزين نعرف بس امبارح كان يعني الاول حضرتك امبارح هو اول تنفيذ لقرار جلوس القاضيات في مجلس الدولة، عاوزين نعرف حضرتك يعني ازاي تم استقبال ده من خلال المتعاملين مع مجلس الدولة، وشايف ازاي قرار تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة؟ صباح الخير. هو القرار ده مش وليد النهارده يعني أكيد. انما ده يعني ابتداء من ما اصدر السيد رئيس الجمهوريه قرار تعيين القاضيات ال 98 في مجلس الدوله في اكتوبر الماضي. هم بطبيعه الحال اللي بتعين بيتوزع على بيستلم العمل ويتوزع ومتوزع على الدوائر، بس الفتره اللي فاتت كانت فتره اعداد وتاهيل وتدريب وتربيه المفاهيم مفاهيم قضائية. وامبارح بقى كان يعني بمناسبة مع شهر مارس، هو شهر المرأة المصرية، ويعني إنجاز من إنجازات الجمهورية الجديدة أنه بدأ جلوس القاضيات لاكتمال مرحلة ما بعد التدريب، عشان بقى يعني يشاركنا مشاركة فعلية وجادة في تحقيق رسالة العدالة الإدارية و القيام بالاختصاصات المنوطة بكل منهم بكل منهن يعني. نعم. وأداء عملهم شأنهم شأن زملائهم من القضاة الرجال اللي هم في مثل سنهم ومدة خبرتهم ودرجتهم الوظيفية، ولهذا بدأ توزيعهم على الدوائر المختلفة عشان يعني يبدأوا عملهم بهذه الصفة ويستكملوا ما بدأوه منذ تاريخ استلامهم بالعمل. صحيح معالي المستشار، يعني هنشوف القاضيات يديرن الجلسات القضائية، بيحضر يعني ترأس الجلسة، أو طبيعة العمل اللي هتكون موجودة ليهم إيه؟ هل استكمال المستندات لرفع القضية للفصل فيها؟ لا، هي المستندات كملت خلاص، وهم يعني بيشتغلوا عمل فعلي الآن، بيجلسوا على المنصة كجزء من تشكيل الدوائر في المحاكم والدوائر المختلفة طبقا للقانون برضو اعتبارا من أمس، وستجدونها يعني رئيسة لجلسة تحضير، أمر عادي وطبيعي. ومن العام القضائي القادم والأعوام التالية هيبقى من طبيعي جدا أن تجدوا القاضية مشاركة في تشكيل الدائرة نفسها المحكمة لما سنها يبلغ سن الجلوس على سن الجلوس للقضاء، أو درجتها الوظيفية توصل للدرجة الوظيفية المسموح بها للجلوس لمنصة الفصل مش منصة هيئة مفوضي الدولة. وده هيبقى اعتبارا من العام القضائي القادم إن شاء الله، هيبقى بالتدريج بالنسبه معالي المستشار. يعني في خطه ما لتاهيلهم للوصول للمناصب دي؟ لا، انت هم مؤهلين تماما ويسيروا سيرا طبيعيا كزملائهم في مجلس الدوله. لا فرق بين يعني الرجل القاضي والسيده القاضيه، كلهم قضاه وبيؤدوا نفس العمل ونفس الصلاحيات ونفس المزايا، لا فرق اطلاقا. نعم. معالي المستشار، ايه النصيحه اللي حضرتك بقى تقولها لي يعني ابنائك من القاضيات الجدد؟ النصيحه انا يمكن بقول دايما لزملائي الاصغر سنا او الذين بالكاد اقبلوا على الوظيفه القضائيه، انا بقول ان انتوا اول ما بتلتحقوا بالعمل القضائي في مجلس الدوله بتقسموا يمين قانونيه طبقا للدستور والقانون، وبتقولوا
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. هذا القسم فيه كل الوصايا وكل الرسالة التي يجب أن يعيها كل قاضي وكل قاضية، وأن يلتزموا في أعمالهم بذلك. نعم. وأن يرعوا مصالح المتقاضين طبقا للقانون، وأن يؤدوا رسالة العدالة اللي الدولة كلفتهم بأدائها لمواطنيها في ربوع مصر المختلفة، وإن هم يبقوا ملتزمين بشعار الجمهورية الجديدة اللي هو بيقول يعني العمل ثم العمل ثم الاجتهاد وإنجاز مصالح المواطنين، وإن هم يعني يحافظوا على إن هم زي ما قلنا القاضيات بهجة لهم لهن بهجة عندما دخلوا مجلس الدولة كقضاة، يظلن محافظات على هذه البهجة طوال مدة خدمتهم. معالي المستشار، عايز اسال حضرتك كمان يعني ازاي تم اختيار ال 98 قضيه من مجلس الدوله، وهل ده بيتم مره اخرى مثلا باليه بنفس الاليه؟ هقول لحضرتك حاجه، هي الاليه في مجلس الدوله انا اعتقد انها يعني هكذا منذ بدا مجلس الدوله. مجلس الدوله بياخد من ضمن المعينين فيه في الوظائف القضائيه انه المتفوقين دراسيا، الاكفاء المتفوقين دراسيا. القاضيات ال 98 كلهن حاصلات على تقدير ممتاز او تقدير جيد جدا، وبعضهن حاصلات على درجه الدكتوراه، كلهن متفوقات يعني اوضاعهم المتعلقه بالصلاحيه والكفاءه تامة وكاملة بصورة يعني شديدة جدا، ولا ينقصهم أي عنصر من عناصر الكفاءة أو الصلاحية علاوة على تفوق. وده ده بمجلس الدولة في الاختيار سواء بالرجال أو صحيح أو السيدات. القاضي في جميع الأحوال هو قاضي، شروط اختياره واحدة ومرعية سواء كان رجلا أم سيدة. نعم. معالي المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للقاضيات في مجلس الدولة، وزي ما حضرتك قلت نتمنى يعني أن دائما ما يضعوا الحلف الدستوري أو اليمين الدستوري نصب أعينهم في العمل بمجلس الدولة.